بيسألوني إيه اللي بيميز عمليات تجميل الأنف بتاعتك؟ الحقيقة اللي بيميزني إن أنا عندي عين للحاجة إن يبقى شكلها ناتشرال، شكلها طبيعي. مش مهم إن إحنا نعمل إجراءات كتير، نصغر كتير أو نرفع كتير أو نعمل تغيير كبير، المهم إن إحنا نوصل لشيء متناسق. أنا بقول إن الأنف دي عاملة زي المرجحة اللي قاعد عليها ولد وبنت، مهم يبقى فيها بالانس، يبقى فيه تناسق ما بين الشيء ده والشيء ده. لما نصغر الجناب ضروري ان يبقى في تحديد للتب، لما نقلل التب ضروري ان يبقى في تحديد للجناب. هي على بعض بناء متكامل لازم يبقى شكله حلو وشكله طبيعي.